السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم المتابعي أنا تقرص من عصبة الدار البيضاء 16، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية منتدى درب السلطان وضمن عصبة الدار البيضاء 16 وضمن مسابقة مدينة العيون، والأبطال ديالنا كيعلنوا بالأوائل سواء في جمعية منتدى درب السلطان وأيضا داخل عصبة الدار البيضاء. الأبطال أيوب فاضل هجاني، تبارك الله عليكم، مبروك عليكم في هذه المسابقه. وكيفاش كانت الديكلاراسيون ديالكم في هذه المسابقه الاخ ايوب؟ اش نقول لك، كانت الديكلاراسيون في المستوى العيون في القاعده الحمام، هادشي ما هادشي اللي كان. الحمد لله كنت حاضر في الديكلاراسيون في القاعده الحمام. حاضر. والتوقيت ديال الاعلان ديالك الاخ ايوب؟ ديكلاريت ماشي 7:17. 7:17 والثانيه تاهي الغد الليل مع 7 وتاهي شي 18 في الحقيقه. مبروك عليكم، راه حققتوا واحد الانجاز كبير سواء في جمعيه منتدى درب السلطان وايضا داخل عصبه الدار البيضاء 16. هذا الوالد ديالك ياك؟ الوالد ديالك كان حاضر معك في الديكلاراسيون. السلام عليكم، بغيناك تقول لنا شي كلمه وانتم حاضرين في الديكلاراسيون وكتعلنوا بالاوائل بجمعيه منتدى درب السلطان. كنتمنوا لهذه الجمعيه التوفيق والابطال كاملين اللي مشاركين يكون لهم توفيق اللي ما ديكلاراش يديكلاري وهادشي اللي كاين، ونتمنوا لهم التوفيق. الحمد لله. وكيفاش كانت الفرحه ديالكم والشعور ديالكم وانتم كتعلنوا في توقيت جيد وجيد جدا؟ واه فرحه لا توصف، فرحه لا توصف، تبارك الله عليكم. هزيت حتى عينيا السما، بانت لي الحمامه ريك كاميرا لها دخلات ما عطلتك شي عطلاتني خدات مني شي 6 دقائق ولا 7 دقائق بحال هكا. كنت باغي نضربها فوق السجنه، الساعه كانت الجلده عامره ليا بزاف. وهذه هي الحمام، في الحمامه الاولى هي هذه كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه الحمامه المعلنه عند الابطال ديالنا ايوب بكري هجاني وفاضل هجاني. ومشيو للنميرو السكري ديال الجمعيه، وهو النميرو اخلي بسميتو. اي شوف التيكيت هو. التيكيت. نمرو الباك هي عندك 83 16. هذا هو النمرو ديال السكري ديال الجمعيه. ورينا الكاشي ديال عصبه الدار البيضاء الاخ كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو الكاشي ديال عصبه الدار البيضاء لرياضه الحمام في سباق 2017. وبالنسبه لشحال حمام ديتو الاخ بكري؟ ديت 5 ديكلاريت بثلاثه. ديتي 5 ديكلاريتي ثلاثة وشحال تقريبا بقاو جوج ياك؟ بقاو جوج. تبارك الله، الله يسخر. دوزو عند الاب، دوزو عند الاب ديالك قبل ما ندوزو عند البطل ديالنا غريد. الاب ديالك كيفاش كتشوف الولاد ديالك مع هاد الولاعة؟ والله يصلحهم، هادشي اللي كان حنا كنا مولوعين قبل منهم، وتما راه كيدوزو التجربة ديالهم وهادشي اللي كاين. وانتم كتواجدوا بالحي ديال المدينه القديمه ياك؟ المدينه القديمه اللي كانوا عندها عده ابطال وابطال كبار فداء الهوايه ديال الحمام السباق. تشكروك وندوزوا عند البطل الكبير توا اللي هو سعد غرد، واحد احد ابطال مسابقه مدينه العيون اللي غيتكلمنا اكثر على هذا الابطال هذا اللي شرفوا المدينه القديمه وشرفوا مدينه الدار البيضاء والعصبه الدار البيضاء 16. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتنشكروا اخ بالعيد بدلاله الدوله التدير، وتنشكروا رئيس الجمعيه عز العرب، وتنشكروا رئيس عصبه الدار البيضاء الكبرى عودي الدم. والحمد لله الاخ ايوب قدر يديكلاري في واحد التوقيت جديد ممتاز في مدينه العيون وضمن عصبه الدار البيضاء الكبرى. والحمد لله ايوب تيدير واحد المجهود، تنقول لك مجهود جبار، الحمد لله ربي جازاه ديكلارا في وقت جديد مناسب. الحمد لله. هذاك الشيء اللي كاين، والمدينة القديمة راه ديما كيديكلاروا بديما المسافات الطويلة. المدينة معروفين بالمسافات الطويلة، اللهم لك الحمد ربي تيسر. هذاك الشيء اللي كاين، أخ أيوب بالنسبة للبريباراسيون ديالك في هذا الأسبوع، كيفاش بريباريتي الحمام؟ البريباراسيون ديالي فحالة فحال البريباراسيون، شي ما وحدة كنخدموا بها، وهاد الحمامات راه من فضل البطل الكبير سعد غراد. تبارك الله على البطل غراد، تبارك الله عليكم كاملين. وشرفتوا المدينة القديمة، تبارك الله عليكم، راه حققتوا واحد الإنجاز، كلشي الناس كتكلم، شكون هو هذا البطل هذا اللي في المدينة القديمة؟ أنت دابا راه وليتي حاضر ما بين الأبطال الكبار داخل مدينة الدار البيضاء 16. وبالنسبة للوبس ما كاينش شي مشكل بالنسبة للتهوئة بالنسبة ل لا مزيان، كلشي عندي مزيان. كنت ندير الكونتر بلاكي كنت ساد الشجنة، كنت ساد الشجنة من سخن الحال حيت وشحال من حمامة كدير في اللوب ديالك؟ شحال بديتي؟
كندير 23 23 حمامة 23 5 ما بين 23 25 23 تبارك الله عليكم والله يسخر مبروك عليكم ثانيه كنشكروا السي بن العيد على الحضور ديالو عندنا والمجهودات اللي كيدير الله يحفظك اخويا كنشكروك داك الشيء اللي كنشكركم بزاف وشي كلمه بحق جمعيه منتدى السلطان وايضا عصبه الدار البيضاء شي كلمه بحقهم وبحق لي كوفوير المرافقين الحمام كنقول لك كنشكروا رئيس الجمعيه وكنشكروا اللي كيرافق الحمام بحال النافيغاتور ديالو كنشكروا حتى هو على المجهودات وعلى السهر اللي كيسهر على الحمام هذا الشيء ما كان تشكرك ندوزو عند الاب ديالك حتى هو يعطينا اخر كلمه بطل كبير الله يحفظك ويجزيك وكنتمنوا الجزاء لهذه الجمعيه اللي كتجمع كاع المواليع كامل الفئه كامله ديال الجمعيه وكنتمنوا لكل شيء يكون ليه توا النصيب من هذا الشيء ديال الفوز هادشي بكال او تيحضر معنا واحد الاخ حتى هو اللي ديما تيحضر معاه في الديكلاراسيون وتيعاونو مره في اللوف ديالو يخليني يتكلم لنا اكثر على الابطال ديالنا اللي حققوا هذا الانجاز. السلام عليكم. بعدا اول حاجه كنشكر الشيء بالعاد المنتقي اللي جا عندنا للمدينه القديمه و ايوب تبارك الله راه بطل ايوب راه من شحال هادي كنقول ليه كيقول لي باقا مسافتي باقا ما لحقاتش حكات المسافه تبارك الله راه قدم انجاز جدا مهم وبطل ديالنا شي سعد الله يحفظك الاخ ايوب كتعاونو مره ياك كنت مهرس هو اللي كيقولشي ليا كيعاونني كنهز الحمام الجمعيه تبارك الله كيما تشوف الاخ بالعيد عائله كلها مولوها هذاك الشيء اللي كنخلو الاخ ديالو حتى هي غتعطينا شي كلمه بحق الاخ ديالك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. انا كنقول الاخ ديالي راه غادي تبارك الله عليك على هذا الانجاز اللي درتي وكنقول لي راه كيقول لي باقي راه مسافتي باقا وانا كنقول لي غادي تجي ان شاء الله وكنتمنى لهم التوفيق في كل مسابقه. تشكرك الاخت وتشكرك على الدراسه ديالك ومجهودات وفي حق الاخ ديالك تبارك الله عليك كنشكرك بزاف تشكروا جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو سواء في مدينه الدار البيضاء خارج مدينه الدار البيضاء وتشكر جميع المرافقين الحمام جميع المكتب المسير ديال عصبه الدار البيضاء والمكتب المسير ديال جمعيه منتدى درب السلطان ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطفال المغاربه سواء اللي كيتواجدوا في الوطن العربي اوروبا امريكا المملكه المغربيه خاصه الى هنا نستودعكم الله وفي امان القائمكم مره اخرى ومع بطل اخر في امان الله.